السلام عليكم خوتنا، رانا في قاعة عرض شيري البوليدة باش نشوفوا السيارات اللي راهي معروضة هنايا. ممكن بعض الناس يقول لك قاعة عرض اللي راهي جاية في ولاية البوليدة. خوتي راهي حدا لاجونس بعد محطات الحافلات، راهي غير موراها برك. ندخلوا ونشوفوا السيارات اللي راهي متوفرة هنايا. السيارات اللي راهي متوفرة هنايا هي التيكو 4 برو، التيغو 2 برو، وكذلك الأريزو 5. الأنواع الأخرى تاع الأريزو 8 وكذلك التيغو 8 برو والتيغو 7 برو ما راهيش متوفرة حاليا في قاعة العرض هذه. سيارة الأريزو 5 تجي بمحرك 1.5 لتر 116 حصان مع إمبوات مانيال، السعر تاعها 249 مليون و900. هذه في النسخة الأولى. النسخة الثانية من الأريزو 5 تجي بمحرك 1.5 4 سيلندر بقوة 116 حصان مع امبوات اوتوماتيك، السعر تاع النسخة الثانية 285 مليون. السيارة الثانية هي التيغو 2 برو، تتوفر في ثلاثة نسخ. النسخة الأولى محرك 1.5 بأربعة سيلندر 108 حصان، السعر تاعها 199 مليون في النسخة الأولى. النسخة الثانية من التيغو 2 برو محرك 1.5 مع امبوات اوتوماتيك بأربعة سيلندر، السعر تاع النسخة الثانية 254 مليون و900. هذه هي سيارة التيغو 2 برو. النسخة الثالثة من التيغو 2 برو تجي بمحرك 1.0. خاوتنا النسخة الثالثة مش محرك 1.5، محرك 1.0 بقوة 102 حصان مع امبوات اوتوماتيك بسعر 279 مليون في النسخة الثالثة. معنا سيارة التيغو 4 برو، هذه تتوفر في ثلاثة نسخ كذلك. النسخة الأولى تجي بمحرك 1.5 بأربعة سيلندر مع إمبوات مانيال 147 حصان بسعر 299 مليون، هذه في النسخة الأولى، هي فيها ثلاثة نسخ. النسخة الثانية من التيغو 4 برو تجي بمحرك 1.5 4 سيلندر 147 حصان مع علبة سرعات أوتوماتيكية بسعر 329 مليون و900. النسخة الثالثة من التيغو 4 برو تجي بمحرك 1.5 بأربعة سيلندر مع إمبوات أوتوماتيك بقوة 147 حصان، السعر تاعها 359 مليون و900 في ثلاثة نسخ التيغو 4 برو. السيارات الأخرى كما الأريزو 8، التيغو 7 برو والتيغو 8 برو ما راهيش متوفرة حاليا في قاعة العرض باش نشوفوها خاوتنا. هذه كانت يعني نظرة مع بعض المعلومات حول السيارات علامة شيري المتوفرة في قاعة عرض البوليدة.